يا ولد الحرام يا الشفار يا المنافق يا الطماع اللي بغى يتقلق يتقلق تنحس بيك بحالة تطنز على عباد الله تنبيعوا الدنجال راه قلت الاداب. السلام عليكم. شوف في هذا الفيديو انا ما جيش باش نشكي عليك ولا جاي باش نتشفى فيك ولا جاي باش نحذرك، انا جاي هنا باش نصح لك واحد النقطه تترتكبها في حياتك مع الناس اللي تقدموا الخدمات، بحكم انني تنقدم خدمات مع الدول العربيه سواء مصر سواء مغرب سواء اللي بغى يكون. اكتشفت باللي نتوما عندكم واحد الخطا خايب خصكم تصحوه وخصكم تقبلوا هذه النصيحه اللي غادي نقول لكم. شوف اقتنعتي ولا ما تقتنعتيش، عجبك الحال ولا ما عجبكش الحال، تيبقى هذا شغلك. اللي عليا انا غادي نقول لك غير الصراحه والقصح حسم الكذاب الا بغيتو، اما الا بغيتو بقى نديرو معاكم الجميل بقى نقول لكم راك عزازين علينا ونتصنتو ونخليكم ديما غافلين. وبزاف ديال صناع المحتوى اللي تيديروا الخدمات ما تيبغيوش يجيكم من الصراحه، علاش؟ لانه تيخاف يفقد المتابعين ديالو ولا الزبناء ديالو. وليني عندي واحد القاعده تنقول انايا مادام تنقدم شي حاجه مزيانه وشي حاجه نقيه وبالمصداقيه اللي بغى يتقلق يتقلق، لان تنعرف راسي اش ندير. ولكن على العموم بغيت نشرح لكم شي حوايج باش تصحوا مع الناس ديال الخدمات حيت عذبتونا الصراحه. اي واحد يدير الخدمات سواء شي منتجات خارج العالم الافتراضي ولا شي حاجه ديجيتال راه تتعذبوهم تتعذبوهم بواحد الشكل كبير. لهذا بغيتك غير تسمع ليا وتصنت ليا غير مره في حياتك ومن بعد كاع سير حيد انت داك الاشتراك وسير الله يعاون الله يسهل عليك. غير انا بغيت نقول لك الصراحه وبغيت تسمعني وحده بوحده، غنذكر لكم خمسه د الحوايج واللي هي الفرق بينكم وبين الاجانب. حنا العرب حنا امه اقرا احسن من دوك الناس ولا يرى العكس. اول حاجه هو ملي تنحط لكم شي نمره ديال التليفون في الفيسبوك ولا في اليوتيوب تنقول لكم اودي هاد النمره هادي راه ديال نكملوا لكم السويع ديال اليوتيوب مثلا، فانت تشوف ديك النمره ما تتقرا لا الوصف ديالها لاش الخدمات، تتبان لك غير النمره تتصل بيا تتواصل معايا السلام عليكم بغيت تحل لي المشكل ديال الفيسبوك ولا بغيت تحل لي المشكل ديال الموقع ولا عندي شي مشكل في كذا، واش انا كاتب لك تما تنحل المشاكل؟ فانت خصك اول حاجه تعلموا هذه القضيه، وهي انك قبل ما تتواصل مع الناس الخدمات عرف دوك الناس اش تيديروا اش تيقدموا اشنا هي الخدمه ديالهم. علاش؟ لانك الا جيتيهم في شي حاجه ماشي هما اللي ما تيقدموهاش عرف اللي راه ما غاديش يجاوبك ولا غادي يبلوكيك. فانت بهذه الطريقه هذه تدق على الدار اللي ماشي صحيحه. واش الا كان عندك المشكل في الانترنت واش غادي تتصل بصحاب الضوء ولا بصحاب الماء تقول لهم اودي راه انا عندي مشكل في الانترنت؟ راه ما يمكنش. واش انت اللي اتصلتي مع مولات الاتصالات المغرب تقول لها راه عندي المشكل في البوطه؟ في نظرك انت اش غادي دير ديك السيده؟ واش غتبلوكيك؟ واش غات؟ اذا الله يجازيكم بخير، اول حاجه كل واحد والتخصص ديالو، ولا بيتصل بدوك الناس ديال لي سيرفيس خصك تقرا هو الاول اش تيقدم اش تيبيع اش تيشري، عاد ديك الساعه تواصل معاه. هذا مشكل تتوقعوا فيه وتنتعرضوا ليه بزاف كل نهار. الحاجه الثانيه اللي ما تنحملوش وانا شخصيا تنبلوكي الناس فيها مباشره ما تتناقش معاهم واللي تنحس بهاك بحالة تطنز على عباد الله، وهي انك تتواصل معنا حنا كخدمات وتتسولنا اش من خدمه تديروا، تنبيعوا الدنجال تنبيعوا الحليب، علاش انت تتصل بينا؟ علاش انت اصلا تتواصل معنا؟ علاش هذيك النمره ركبتيها وسطي انا؟ علاش؟ اش من خدمه؟ حنا تيبان لك حنا مرجان عندنا كل شيء. اذا من الاخطاء اللي تترتكبوا هو انك بنادم تتنزو عليه بهذيك الطريقه، هو انك تتصيفط ليه في الواتساب اش تديروا؟ علاش انت جاي الا ما عرفتيش حنا اش تنديروا؟ شنو زعما انت نقول لك انا اش تندير وحده فيهم غادي تقبل بيا؟ اذا انتم تتبغي تعذبونا بهذا الشكل هذا، هذا الشكل هذا تتعذبوا الناس بهذه الطريقه، تتعذبوا الناس ديال الخدمات. الحاجه الثالثه مع كامل الاسف تقبلوا هذه الهضره تنقول لكم الله يجزيكم بخير، راه قلت الاداب انكم اي واحد تعطيكم النمره ديال التليفون ديال الخدمات انكم قد تصلوا به ترن 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 تبقى تتصل بيك بحال هو تيتسناك انت باش انت يجاوبك. هذا من الاخطاء وما تتسناش الناس ديال الخدمات يجاوبوك.
الى تتصوني عليهم. وكون على يقين ان معظم الناس ديال الخدمات ملي تتصل بهم المره الاولى وتيسد عليك تتصل به المره الثانيه عارف بلي راه غادي يبلوكيك. وما قلت الادب ان الانسان اللي اتصلت به المره الاولى وسد عليك صافي جمع راسك ما باقيش تواصل معاه راه هو غادي يجاوبك. اذا من الاداب ديال الناس ديال الخدمات في الواتساب صيفط ليه رساله ماشي اتصل به، لانك ملي تتصل به انت راه هو راه عنده 100 واحد تيتسنى باش يساني معاه وتتلاقاه هو في مكالمات وتتقطع عليه المكالمه ديالو وتتقطع عليه الخدمه مع الناس، فانت تتكون سبب ديال الازعاج ديال داك الناس ديال الخدمات، فهنا تيكون مضطر انه يبلوكيك. وملي تيبلوكيكو ماشي يوقع لكم انتوما، يا تتقولوا هاد السيد هذا شبعان فلوس فيهم الكبر، هاد الناس هادو ما خدمات ما توزع، راه انت اللي توزع ماشي حنايا. هادشي تنقول لك واخا قاصح شويه، وليني بغيتك انا غير تفيق شويه. الناس ديال الخدمات خلي لهم غير رساله وسالات، راه هو الا بغى يجاوبك غادي يجاوبك، ما بغاش يجاوبك راه ما غاديش يجاوب. والحاجه الرابعه اللي تديروها يوميا وهي انكم تديروا الروتار لا ليك انت لا ليا انايا. كيفاش؟ انت تتصيفط لي السلام عليكم، تنقول لك انا سير حتى العشاء تنقول لك وعليكم السلام، بلي تتقول لي بخير اخويا، الغد ليه تنقول لك بخير الحمد لله، تتقول لي من بعدا سير ثلاث ايام بغيت نسولك. اش دابا بنعرف انا واش نتوما تتقلبوا على الخدمات ولا تتقلبوا على التعارف؟ راه بنادم اللي تيجي تيسول الناس الخدمات تيجي تيقول ليه السلام عليكم، انا مثلا هو انت خصك سويعات خصني 4000 ساعه، اشنو هما المتطلبات واشنو هو الثمن ديالهم؟ سالات تنجي انا تنشوف تنقول لك اسيدي 4000 ساعه ها الثمن ديالها ها المتطلبات ديالنا ها الحساب البنكي ديالي، عجبك الحال هو هذاك، ما عجبك تتقول لي تنفكر ولا السلام عليكم. ماشي بالضروره انا خصني نبقى نسمع القصه ديالك. تيجي شي واحد تيتواصل معاك السلام عليكم خويا راه انت نعرفوك وكذا وشتناك وعندي واحد المشكل، تيعاود لك القصه ديال حياته كامله، عاد في الاخر تيقول لك انا ما هذاك الشيء الناس الخدمات ما عندهم ما يديروا به، راه تيهضروا مع 100 200 واحد في النهار. فراه ما يمكنش هو يستوعب داك الشيء تتقول. راه الا ما جيتي باختصار قلت ليه السلام عليكم عاش عندي اش عندي اش عندي، تيجي تيقول لك هو اش كاين اش كاين اش كاين وسالات. هاد النقطه هادي خصكم تردوا معها البال، الله يجازيكم بخير. الحاجه الخامسه وهي الزرب. تيجي بنادم تيصيفط لنا السلام عليكم بغيت هذيك الخدمه ديال فلان تيكون نيت ناضي هو هذاك، حنا عندنا واحد 50 واحد عاد نقدروا نوصلوا ليه. ملي تيشوفنا درنا ليه الروتار ما جاوبناش تيبقى يصوني عليك ويصوني ويصوني وتسد عليه ويصوني ويسد عليه وتصوني عليه. او راه من قله الاداب، هذه من قله الاداب. وانا بحال هاد الناس راه تنبلوكيهم، علاش؟ لان هذا بعدا تيبرزق قبل مازال ما درتي معاه حتى خدمه، خلينا درتي معاه الخدمه، الا درتي معاه الخدمه السلام عليكم تما بقينا انا وياك. فلهذا بنادم تتخليو ليه رساله، خليو ليه رساله ما جاوبناش عرف بلي الا كان السبت والحد راه الناس راه تيرتاحوا، الا كان في الايام الاخرى تسنى تيسالي مع الناس الاخرين. هذه حتى هي زيدها في راسك. كاين النوع السادس والله يفك الكربات ديال جميع المسلمين. هاد الناس هادو تيجيو خصيصا عندك، تيجيو تيصيفطوا لك السلام عليكم وتيصيفط لك شي تصويره ديال شي دري صغير ولا تصويره ديال راسو هو بشي حاله ما فيها ما يتشاف، وتيصيفط لك تيقول لك اخويا راه انا تنعاني وخصك تعاون معنا وعطينا الفلوس. فهو تيسحب ليه هو باللي هو بوحدو اللي صيفط لك في ذاك النهار، راه تتلاقى بالعشرات تيجيو عندك ذاك النهار تيقول لك اودي صيفط لينا راه بغينا الفلوس. انا اخنوش راه حنا حتى حنا تنتقاتلو مع الرزق ديالنا، راه ما يسحب لكم واش حنا عندنا الملايير ولا، راه اللي عنده اللي عنده وتيجيو العشرة بالنار راه تيسد داك الشيء تيقول السلام ما بغيت اخويا نخدم باقي كاع. لهذا ما تصوروش باللي حنايا راه هاد الشيء تنخدموه راه تنخدموه فابور، راه حنا تنخلصوه من جيبنا باش نعطيوها لكم انتوما بثمن اخر. ف حاولوا الله يجزيكم بخير تشونجي شويه القضيه. والحاجه السابعه تعلموا تقولوا شكرا، تعلموا تقولوا الله يجزيك بخير، ولا عرفتي تعلموا غير تسكتوا.
ملي بنام تيقول لكم الثمن تيجي بنام تيبقى يحزرك تيجل راسو الله يرحم بها الوالدين نقص ليا وكذا وانا المشاكل ديال الدنيا واش هو اللي هزهم في الاخر تقول لي اخويا هذا هو اخر ثمن اش يقول لك يا ولد الحرام يا الشفار يا المنافق يا الطماع انتما يعني انت راه ما بغيتي انت وصلتي معاه البلافون زعما صافي هذاك هو الخير اللي بغيت دير فيه ولكن هو بغى ينزلك الاسفل السافلين ويسب ليك وكذا هذه راه من قله الادب هذه هي تدل براسك ما تعطيش القيمه لراسك داكشي راه ما تضرناش حنا تضرك غير انت لهذا هادشي تنقول لكم القليل في الكثير شي حاجه قليله في الكثيره وكل واحد كيكثير عاني بالمشاكل لهذا بغيتكم غير تغيروا ريوسكم وطبعا اللي تيتقبلها الهضره يتقبلها ما بغيت تقبلها تيبقى شغلو هذاك طبعا حنا ما تنشدوش بنادم وما تنزيروش عليه ولا ما عجبكش هذا الكلام وقلتي انا ما مزيانش وبغيت حيد الاشتراك غير حيدو فهمتي حيت حنا جينا نخدمو ما جيناش نحزرو عباد الله وحتى انت ما جيتيش باش تحزرني جيتي باش تاخذ المعلومات ماشي بحال صافي هادشي اللي كاين واسمحوا لي لا طولت عليكم ورجع في الله هادشي اللي كاين واسمحوا لي السلام عليكم.